انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، ويستمر المؤتمر ليومين بمشاركة علماء ومفتين ووزراء من مختلف دول العالم وبتمثيل أممي كبير. تحت عنوان الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع، انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء الذي تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت مظلة دار الإفتاء المصرية وبرعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحضور علماء ووزراء ومفتين من أكثر من 100 دولة حول العالم. هذا المؤتمر الذي يتعلق بالأخلاق ودوره بالنسبة لتسارع الحياة الآن وتشابكها، إنما هو العلاج الوحيد لمنع الحروب بين البشر وتحقيق الأمن والسلام بالنسبة للعالم جميعا. هذا المؤتمر جاء في وقت مناسب جدا، لأن نحن نرى في الدنيا ككل وفي الغرب خاصة أن الأخلاق ابتدعت عن الإنسانية، والإنسانية تحتاج إلى الأخلاق، فالخلق الحسن لا يمكن أن ينفصل عن الدين. برنامج المؤتمر حافل بالعديد من الفعاليات المهمة، حيث افتتح اليوم الأول للمؤتمر بكلمة من الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وأعقبت الجلسة الافتتاحية جلسة للوفود ثم الجلسة العلمية الأولى حول البناء الأخلاقي في الإسلام ودور الفتوى في تعزيزه. هذا الاجتماع مهم جداً، لأن الفتوى الصادر من جهة مثلا دار الإفتاء المصرية يكون مقبولة ومعتمدة عند الناس، ويأخذون من الفتوى ويلتزمون به إن شاء الله. على عاتق المفتيين والعلماء الإسلام اليوم إيجاد الفتاوى التي تريح للمسلمين أن يعيشوا في بيئة في هذه البيئة، وخاصة في بيئة التي يعني اليوم كما نعرف يعني اختلط الدنيا ليس من قبل مسلمون كانوا يعيشون في بلادهم وفي بيئة الإسلامية، ولكن الآن تغيرت الأمور. لا يخفاكم أن جوهر الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم هو تتميم مكارم الأخلاق، إنما بالحصر بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق وفي رواية حسن الأخلاق. والمفتي نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغ عنه، وهو مبلغ بعد تبليغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الشؤون، لا يستثنى من ذلك شيء. ينبغي عليه أولا وقبل كل شيء أن يكون واعيا بالأحداث وبالوقائع وبأحوال الناس وأعرافهم وما يتصل بهم، وينبغي أن يكون هاديا لهذه الأخلاق المحمدية. يعد المؤتمر منصة هامة لمناقشة دور الفتوى في تعزيز الأخلاق والقيم الإنسانية، حيث يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الفتوى الرشيدة في ترسيخ الأخلاق والقيم الإنسانية ومناقشة دور الفتوى في مواجهة تحديات العصر الحديث. أحمد الحسيني، التلفزيون المصري.